واحدة من الشغلات مثلا ذكروا انه قالوا فرق الشمالية لازم تجي بطيران. اها هاي من شروطهم تذاكر انه لازم طيران شروط. اي جيد. فاحنا هم وفرنا يا بدزونا الاسماء وكذا وهذا. طبعا انا بالحدث مع الاخوان يعني انا مو مدرب حتى اداري. حل شنو قالوا ايه هسه بعد شوي ما ادري شنو هذا. بعدين قالوا لا اعطونا فلوس واحنا نجي طيران. واحنا نجي لا احنا نجي شلون يجون ما نعرف. قالوا عندنا علاقاتنا كذا. اجوا بالباص. هم مستلمين فلوس طيران استلموا والمبلغ هم اقول لك اياه هسه استلموا برايتي وزاخوا اجوا بالباص ما اجوا طيران. الفنادق اللي حجزنا هسه اقول لك المبلغ الفنادق اللي احنا حجزناهن وطلعت اللجنة شافتها اللي هو برج السلام معروف برج طبعا. السلام وفندق الانتر ايضا بالكرادة داخل او ما ما تذكر بعد يمكن فندق لا فندقين فندقين احنا ثلاث فرق ثلاثة هنا وثلاثة هنا كان الامكان اللي حصل. بعدين قالوا لا احنا اعطونا فلوس واحنا نروح الفندق واحنا نروح الفندق العفو واحنا يا بش قد المبلغ تعرف بدت مفاوضات ايش قد يكفيك كذا هذا هل قد هذا لا زيدني. فالفرق الشمالية اخذت اللي اعرفه انا 23 مليون فقط فندق لو فندق وطيران كل كل الكل مع تذاكر السفر 23 مليون مليون يعني. وسوق الشيوخ ايش قد اخذ؟ سوق الشيوخ اتصور 21. حتى هنا فرق الجنوب مظلومة. لا مو مظلومة لانه فرق التذاكر سفر بس ما اجوا تذاكر. مو هنا الاخوان قالوا اعطونا احنا قالوا بس هنا مو المفروض تحاسبوهم قانونيا المفروض او بالمصداقية مع أنا الفرق يعني برايت من يقول او زاخو انا راح اجي تذاكر طيران المفروض وتجي فريقك بالباص المفروض وانت مستلم فلوس 23 مليون من ضمنها تذاكر الطيران انا غير تحاسبون. انا تسألني انا كلمت مع الأخ مثنى مشرف فريق قلت له المفروض ما تطونهم لأن إجا بيش إجا بلش اسمه بالباص بالباص إحنا متفقين طيران فاضي بس مال الفندق والأكل والأمور هذه